بيبدأ الفيلم بشخص اسمه أليكس ومراته سارة وابنهم الرضيع ليام. هو أليكس وسارة بيكونوا زوجين شابين كانوا عايشين في المدينة، وتقريبا حياتهم كانت مثالية لحد ما خلفوا ابنهم ليام وحياتهم اتحولت 180 درجة، خصوصا ان سارة حالتها النفسية بقت وحشة جدا بعد ما خلفت ليام. وعلشان كده قرر أليكس ياخد مراته وابنه ويتنقلوا لبيت جديد في قرية بعيدة في محاولة منه ان هو يحسن نفسية مراته ويقربوا كلهم من بعض ويتخطوا الأزمة دي على خير. وبنشوفهم هما موجودين مع سمسارة عقارات اسمها سيندي، واللي بتكون بتفرجهم على البيت اللي هما موجودين فيه دلوقتي. وزي اي سمسارة بتكون سيندي عمالة تعرض عليهم مميزات لا نهائية عشان يشتروا البيت. وبيكون أليكس مبهور جدا بالبيت وعاوز يشتريه، بس مش علشان البيت حلو، لكن علشان البيت ده سعره قليل جدا مقارنة بباقي البيوت في القرية. وبالنسبة لسارة مراته بتكون متضايقة جدا من البيت وشكلها مش مبسوط نهائي، وبتكون حاسة بإحساس غريب، فبتحاول سيندي تخليها تغير رأيها في البيت ده. وبتاخدها لفة في الجنينة وبتفضل توريهم مميزات تانية للبيت، فبتستغرب سارة وبتسألها ليه بيت جميل بالشكل ده سعره قليل كده، وكمان معروض للبيع بقاله فترة كبيرة ومحدش اشتراه. فبترتبك هنا سيندي وبتقولها ان البيت ده حصلت فيه حادثة زمان، والحادثة دي خلت سمعة البيت في المنطقة مش كويسة. فبيقول أليكس لسيندي ان هو مش عاوز يسمع تفاصيل الحادثة، لكن سارة بتصر عليها عشان تقول التفاصيل. فبتقول لهم سيندي ان من 40 سنة حصل في البيت ده جريمتين قتل وعملية انتحار، وان في بنت قتلت ابنها وابوها وانتحرت. وقبل ما تكمل كلام عن الحادثة بيقطعها أليكس وبيرفض يخليها تكمل كلامها. فبتديهم سيندي تقرير الحادثة دي وبتقول لهم يقروا وقت ما يحبوا، وبتقول لهم ان هم خلاص اكيد مش هيرضوا يشتروا البيت بعد ما عرفوا موضوع الحادثة. فبتفضل سارة ساكتة شوية وبتكون فعلا هترفض تشتريه، لكن بعد ما بتفكر في جوزها والميزانية بتاعته بتوافق تشتري البيت ده، وبتبلغه ان هي موافقة. فبيدخل أليكس مع سيندي وبيمضي معاها العقود، وبيخلص كل الأوراق ورسميا البيت بيكون ملكه. وبيطلع أليكس يقعد مع سارة وابنه بره وبيقول لها ان خلاص البيت بقى ملكهم، وبيفضل يطمنها ان كل حاجة هتكون كويسة وان التغيير ده هيفيدهم جدا في حياتهم وهتستقر حياتهم بعد كده. وبعد كده بيدخلوا البيت عشان يوضبوا حاجتهم ويرتبوها، لكن بتلاحظ سارة ان في اوضة في البيت مقفولة هما ما اتفرجوش عليها اصلا. فبتحاول تفتح باب الاوضة دي ولكن بتلاقيه مش راضي يفتح، فبتقول لأليكس على الاوضة دي. فبيستغرب أليكس ان هما اشتروا البيت وفي اوضة كاملة هما ما شافوهاش قبل كده. فبيحاول يفتح الباب وبرضه الباب ما بيتفتحش، فبيضطر يكسر الباب وبيدخلوا يشوفوا الاوضة سوا، وبيلاقوا الاوضة شكلها قديم وفيها حاجات قديمة جدا. واثناء ما هما بيتفرجوا على الاوضة وبدون سابق انذار بيدخل عليهم شخص شكله مريب، والشخص ده بيكون جارهم اللي ساكن قريب منهم واسمه كريس، وبيكون جاي لهم ومعاه هدية علشان يرحب بيهم ويتعرف عليهم، وبيقول لهم ان هو فضل يخبط على الباب بره ومحدش فتح له، فدخل للبيت عشان يطمن عليهم مش اكتر. وبيبدأ كريس يتعرف عليهم، لكن هما الاتنين بيلاحظوا ان كريس تصرفاته غريبة جدا، وبيفضل كريس يبص لسارة بنظرات غريبة وكأنه بيشبه عليها مثلا لدرجة ان سارة بتخاف من نظراته. فبيلاحظ أليكس تصرفات كريس الغريبة دي، فبيلمح له ان هما لسه ناقلين وعايزين يرتاحوا وبيخليه يمشي بالذوق. وبعدها سارة وأليكس بيبدأوا يجهزوا الأوضة اللي هيناموا فيها، وبيخلوا الطفل ينام في الأوضة معاهم علشان ده بيكون أول يوم ليهم في البيت وبيخافوا إن هما يسيبوه ينام لوحده. وبعد ما بيروح في النوم بتشوف سارة وهي بتصحى مفزوعة فجأة بدون أي سبب، فبتقوم سارة تشوف التقرير بتاع الحادثة اللي حصلت في البيت ده، وبتلاقي صور كل اللي ماتوا واتقتلوا في الحادثة، وبتكون الصور صعبة جدا. وأول ما بتبدأ تشوف الصور بتركيز وتمعهم بتبدأ تسمع أصوات وتتخيل حاجات حواليها، فبترجع الصور في التقرير مرة تانية وبتحط التقرير كله جوا الدرج وبترجع تنام مرة تانية. وبيجي تاني يوم وبيجهز أليكس علشان يروح شغله، وبيقول لسارة قبل ما يمشي إن هو هيتأخر في الشغل اليوم ده علشان ده بيكون أول يوم ليه في الشغل، فبيودعها هي والطفل وبيمشي. ولما بيمشي بترجع سارة تكمل توضيب وترتيب في البيت، وبعد ما بتخلص ترتيب بتقعد تلعب مع ابنها طول اليوم. ولما بيجي الليل بنشوف سارة وهي قاعدة بتأكل ابنها قدام شباك البيت، وفجأة وهي قاعدة بتلاقي بنت ظهرت عند الشباك لجزء من الثانية واختفت على طول. وطبعا سارة بتترعب وبتتخض وما بتكونش عارفة في الوقت ده اللي شافته ده حقيقي ولا تهيؤات، وبتروح تنايم ابنها لكن في اوضة تانية غير اوضتها هي وأليكس. وبعدها بيرجع أليكس للبيت وسارة ما بتحكيلوش حاجة بخصوص البنت اللي ظهرت، وبتتعامل مع اللي هي شافته ده على انه تهيؤات. وبيجي تاني يوم وبتروح سارة تاخد ابنها من اوضته علشان الفطار ولكن ما بتلاقيهوش، فبتكون هتخرج تدور عليه بره لكن اول ما بتلف وشها بتسمع صوت ابنها، فبتبص على السرير تاني والمفاجأة ان هي بتلاقيه قاعد على السرير ولا كأن في اي حاجة. فبتروح تاخد ابنها وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل معها بالظبط، وكل اللي بتكون فاهماه ان البيت ده وراه سر غامض ولازم تكتشفه. وبتنزل تقعد مع جوزها يفطروا سوا وبتطلب منه يروح لبيت كريس جارهم ويطلب منه يعدي عليهم،
وده علشان هي عايزة يساعدها في تصليح كم حاجة في البيت بما ان هو هيكون في الشغل، فبيوافق أليكس. ولما بيمشي بتبدأ سارة تسمع أصوات جاية من دولاب أوضة ابنها ليام، فبتروح سارة تشوف مصدر الصوت ده وبتحاول تفتح الدولاب، لكن للأسف الدولاب ما بيتفتحش. فبتنزل تبص تحت الدولاب وبتتفاجئ بدبان كتير جدا طالع على وشها، فبتصرخ وبتتحرك علشان تبعد الدبان ده، لكن فجأة بتلاقي الدبان كله اختفى ولا كأن كان في دبان من الأساس. فبتفضل قاعدة ساكتة ومصدومة مكانها وهي مش مصدقة اللي بيحصل. وبعدها بيجي كريس للبيت وبتقعد سارة معاه وبتحاول تتكلم معاه عن الحادثة اللي حصلت في البيت، فبيقول لها ان هو عايش طول حياته في المكان ده وكان موجود وقت الحادثة. وبيبدأ يقول لها نفس كلام سندي، وبيقول لها ان كان في بنت اسمها انا قتلت ابنها وابوها وانتحرت، وبيقول لها ان هي شبه انا بطريقة مش طبيعية، وده بيفسر لنا ليه كان عمال يبص لها بنظرات غريبة اول ما قابلها. ولكن بيكون كريس متأثر جدا وهو بيحكي عن الحادثة لسبب مجهول، لدرجة ان هو ما بيقدرش يكمل كلامه وبيستأذن من سارة وبيمشي. ولما بيجي الليل بتخاف سارة تسيب ابنها في اوضته لوحده وبتاخده تحطه على سريرها في اوضتها، لكن فجأة بتسمع صوت بنت بتصرخ وكأنها بتتعذب. فبتدخل سارة بسرعة الاوضة اللي جاي منها الصوت علشان تشوف مصدر الصوت ده، ولكن ما بتلاقيش اي حاجة، فبتقعد ترتاح شوية على السرير. وفجأة وهي قاعدة بتلاقي شخص مرعب واقف في الطرقة وبيكون جاي يجري ناحيتها، وقبل ما الشخص ده يدخل لها الأوضة باب الأوضة بيتقفل وفي حد بيشدها من رجليها. ولما بتبص سارة حواليها ما بتلاقيش حد معاها، لكنها بتشوف أثر إيدين على رجليها، فبتفهم إن كل اللي بيحصل في البيت ده مش مجرد تهيؤات. وبتتفاجئ سارة مرة تانية لما بتسمع ابنها بيعيط بعد ما سابته على سريرها فوقع على الأرض، فبتروح بسرعة تهديه وبتفضل جنبه لحد ما هما الاتنين بيناموا. وبيجي تاني يوم وبنشوف أليكس وهو بيصحي سارة من النوم علشان تخلي بالها من الأيام لأنه هو نازل الشغل. فبتصحى سارة وهي شكلها مجهدة جدا وتعبانة، وأليكس بيسيب الولد معاها وبيلبس وبيروح الشغل. وبعدها بيجي كريس يزور سارة وبيقول لها إن هو سابها ومش المرة اللي فاتت وهو عايز يعوضها عن كده. فبتسأله سارة عن سبب قتل أنا لأبوها وابنها، فبيقول لها كريس إن أبو أنا كان دايما حابس أنا وبيعذبها بأبشع الطرق، وكمان كان بيغتصبها وبيعتدي عليها لحد ما هي خلفت منه طفل. وفي يوم قدرت أنا تحرر نفسها من الحبس اللي أبوها كان حابسها لها، وقتلته وقتلت ابنها وقتلت نفسها. وبعد ما بيخلص كريس كلامه بيودعها وبيمشي، لكن بيكون واضح عليه ان هو مخبي شيء مجهول عن سارة. فسارة بتلاحظ ده وبتقرر تدور على القصة دي وتتأكد من كلامه. وبتروح سارة تقابل سندي السمسارة وبتسألها عن قصة الحادثة اللي حصلت في البيت، فبتحكي لها سندي نفس الكلام اللي كريس قاله لها بالظبط، لكن المفاجأة ان هي بتقول لها ان انا كان ليها اخ اصغر منها وكان عايش معاهم وسط كل الاحداث دي. ولما حصلت الحادثة الشرطة خدت الولد ده وتولت رعايته، ولما كبر الولد ده وعدى السن القانوني رجع للمنطقة تاني باسم كريس. فبتفهم سارة ان كريس جارها هو اخو انا اللي كان موجود وقت الحادثة، وده يفسر لنا ليه كريس كان متأثر جدا بالقصة دي وهو بيحكيها. ورغم ان سارة بتكون مستغربة ليه كريس ما اعترف لهاش بكده، لكن ما بتديش اهتمام للموضوع. ولما بيجي الليل بنشوف أليكس وهو قاعد يتغدى مع سارة بعد ما رجع من الشغل، وبيكون أليكس ملاحظ ان في حاجات كتير عمالة تختفي من البيت وما بيبقاش ليها اي اثر، فبيسأل سارة عليها لان مفيش غيرهم هما الاتنين اللي عايشين في البيت. فبترد عليه سارة وهي متعصبة وبتقوله ان هي ما خدتش اي حاجة، فبيشدوا مع بعض في الكلام وبيسيبها أليكس وبيروح ينام. وبيجي تاني يوم وبيلاحظ أليكس ان تصرفات سارة بقت غريبة جدا وبقت مش مهتمة بالطفل نهائي، ده غير الحاجات اللي بتختفي من البيت وهي بتقول ان هي ما تعرفش عنها حاجة، رغم ان هو بيكون في شغل طول اليوم ومفيش غيرها هي والطفل في البيت. وعلشان كده بيقعد أليكس مع سارة وبيقول لها ان هو اتصل لها بدكتور نفسي علشان حالتها بقت خطر، وان هو مش هيقدر يسيبها مع ابنهم لوحدها غير لما يتأكد ان هي رجعت لطبيعتها. فبتنهار سارة وبتحاول تقنعه ان هي سليمة وان كل اللي بيحصل بسبب البيت ده، لكن هو ما بيكونش مصدقها وبيحاول يهديها ويطمنها وبيقول لها ان كل حاجة هتتحسن لو اتعاونت مع الدكتور. وبعدها بيوصل الدكتور وبيقعد مع سارة وبيسيبهم أليكس مع بعض وبيروح على شغله، ولكن قبل ما يمشي بيوصل الدكتور ما يمشيش غير لما هو يجي علشان ما يسيبش سارة مع الطفل لوحدها. وبيفضل الدكتور يتكلم مع سارة عن حالتها وعن الحاجات اللي بتشوفها وبتسمعها، ورغم انها بتحاول تقنع الدكتور ان هي سليمة ومفيهاش اي حاجة، لكن الدكتور بيقول ان هي بدأت تعاني من نوع من انواع الهلاوس وبيطلع لها دواء علشان تاخده، لكن سارة بترفض تاخد الدواء وبتطرده من البيت، لكن هو بيرفض يمشي بناء على كلام جوزها.
وبيقول لها ان اليكس موصيه ما يمشيش غير لما هو يرجع من الشغل. وفي اللحظه دي بيتدخل كريس وبيقول للدكتور ان هو يقدر يمشي وان هو هيقعد معاها لحد ما جوزها يجي. وبيعرف الدكتور ان هو جارهم وصادقهم فبيثق في كلامه وبيمشي. وبتقعد ساره مع كريس وبتساله ليه ما قالهاش ان هو يبقى اخو انا. فبيتاثر كريس وبينهار من العياط وبيقول لها ان هو ما تعودش يحكي لاي حد عن مشاكله والامه لان من ساعه الحادثه وهو وحيد وما عندوش حد في حياته من الاساس لان اخته انا كانت اقرب حد ليه. ولما بتشوف ساره وهو منهار في الحاله دي بتفضل تواسيه وتهديه. ولما بيجي الليل بيرجع اليكس من الشغل وبيسال ساره لو كانت اخذت العلاج اللي الدكتور اداهولها لكن هي بتقول له ان هي مش هتاخد ادويه. فبيتجادلوا الاثنين مع بعض وبيسيبها اليكس وبيروح يقضي وقت مع ابنه بعيد عنها. ولما بيعمل كده هي بتتضايق وبتروح تعمل نفسها خدت البرشامه وبتروح تقول لاليكس ان هي خدت الدواء خلاص وده علشان تقضي وقت معاهم. وبالفعل اليكس بيسيبها تقعد معاهم عادي بعد ما بيعرف ان هي خدت الدواء. وبعدها هما مع بعض بيجي اتصال لاليكس ولما بيروح يرد بيلاقي الاتصال ده من الشغل بتاعه وان هو لازم يروح فورا. فبيضطر يسيب ابنه مع ساره وهو قلقان علشان يروح شغله لكن بيكون في جانب منه مطمن شويه علشان هي خدت الدواء. ولما بيمشي أليكس بتبدأ سارة تشوف خيالات وأصوات مرة تانية. فبتحاول سارة تواجه الخيالات دي وما تخافش وتهرب زي كل مرة. وبالفعل بتواجههم وبتلاقيهم بيختفوا من قدامها وما بيبقاش للخيالات دي أي أثر. فبتفهم سارة إن البيت والحادثة اللي حصلت فيه ملهمش علاقة بالحاجات اللي بتشوفها وان كل الحاجات اللي كانت بتشوفها دي هلاوس السمعية والبصرية بسبب حالتها النفسية الصعبة لان هي من ساعة ما خلفت ابنها وحالتها النفسية بقت سيئة وعقلها هو اللي كان بيخليها تشوف التهيؤات دي. ولما بيجي تاني يوم وبيرجع اليكس للبيت بيلاقي كل حاجة كويسة وبيلاقي ان مفيش اي مشاكل بعد ما قررت سارة تتغلب على خوفها ومشاكلها النفسية وبدأت فعلا تاخد العلاج وتتحسن علشان تتعالج. وبتعد الايام والسنين وبنشوف اليكس وسارة وليام بعد ما كبروا وعايشين حياة سعيدة مع بعض بعد ما تعافت سارة من الحالة اللي كانت فيها وبدأت تهتم بنفسها وبابنها وبجوزها. وبيخلص الفيلم.